يلا يلا عليك بالله. يعني من مطاعم السهر انت الياس بإدارة ابو مرام الغالي واقطع خبر يلا روح يلا قولوا معي يلا من أرض الدولة ما تهزنا المراتب ورجال ما هزتنا والحد تهزنا الأرانب استوديو الضيف وقطع خبر ولد احنا من أرض الدولة ما تهزنا المراتب الدولة الرقاوية والعين كل ران ول حزب الشوايا معروف والاول بلبنان وتقل لي يا شاوي والان ارفع لك هالراس هلا بامي هلا بام ام هلا امي يلا شي الله ول شو جايبني افعالك عم تهدد اكبارك ورجال ما هزتنا والحد تهزنا الارانب يلا 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 اسكت خلي احكي لك علي من فاضي لك اسمع مني على الكلمين الله يلعن موديلك يعني ابن الشيخ ابو يزن حمص الله وزير ملك الزير وشادي درع والقير رستن ولعيونك شلع قدر ما نصعد رتب احنا من أرض الدولة ستدور الدنيا وحين يأتي دوري لن أرحم أحد استديو طيب وادفع خبر بالقطاع الكبيرة قبل الصغيرة روح يلا شيء روما الحكومة يا مرحب يلا 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 لا لا تعمل فيها صريد يردم وجدري خطبتي يا قطة ونشحن معاك الخطة قالوا خطبتي يا قطة ونشحن معاك الخطة